أعتاب زيارة دولة رئيس الوزراء لمحافظة نينوى. دولته مهتم جدا بمحافظة نينوى، وأستطيع أن أقول أنه هناك اهتمام خاص بمحافظة نينوى. أنتم كلكم تدرون المحافظة لها خصوصية، يعني احنا شرق المدينة عندنا قرار محكمة اتحادية، وعندنا المادة 140 التوسع صعب، وأيضا غرب المدينة عندنا مناطق نفطية وخارج التصميم الأساسي أيضا. الحمد لله دولة رئيس الوزراء وافقنا على 4700 دونم من معسكر الغزلاني، هذه البلدية الموصل، هذه راح تكون أيضا ضمن اهتمام دولة رئيس الوزراء بتنشيط الاستثمار بشكل كبير وسريع في محافظة نينوى. هذه 4700 راح يكون منها بحدود 3000 دونم راح تكون استثمار، وهناك شروط على المستثمر أنه بقية الأرض اللي هي بحدود 25% راح تكون مخدومة من كافة النواحي لغرض تقطيعها من قبل البلدية وتوزيعها على الفئات المشمولة حسب قرار مجلس الوزراء، راح تشمل الشهداء، الجرحى، الموظفين، المتقاعدين. أنا طلبت من الأخ، إحنا كملنا المسح، مسح المنطقة كمل، والآن الإخوان بالتخطيط العمراني والبلدية راح يكملون مسألة الفرز هذه المناطق، وطلبت أيضا من عن طريق مدير البلدية يبلغ مدراء الدوائر والمسؤولين على هذه الفئات أن يقدمون حسب الأفضلية، لأنه أكيد هي ما راح تغطي كل الموجود. إحنا عندنا سنين خلت طويلة ما موزع قطع أراضي للموظفين بشكل كبير، وراح تغطي لنا يعني عدد كبير، إضافة أنه إحنا ويا المستثمر أيضا ما راح ننسى هذه الفئات. اولا اللي ذوي الاعاقه راح نفرض انه ينطيهم المستثمر شقق، والبقيه ايضا تكون الافضليه للموظفين والشهداء في انه يستفادون من القرض العراقي ايضا والقرض العقاري وايضا يمتلكوها. هذا في جانب الغزلاني. ايضا دوله الرئيس مهتم بالاستثمار في أماكن أخرى سواء داخل مدينة الموصل أو على مستوى الأقضية والنواحي. القرارات راح تكون فورية من دولة الرئيس، ما راح تخضع للروتين الزايد والكبير. وإحنا كنا أمس باجتماع مع دولته ومع الأخ دكتور حيدر اللي هو رئيس هيئة الاستثمار الوطني، واليوم ايضا اكو اجتماع الدكتور حيدر مع المعنيين. قبلها ايضا احنا كنا مع معالي وزير الاسكان والتعمير ومع الدكتور رئيس هيئه الاستثمار وايضا دكتور محمد من التخطيط والاخوه القانونيين، ايضا في سبيل تسريع شكلوا لجنه في سبيل تسريع كل ما متعلق بالاستثمار. يعني إن شاء الله بتضافر الجهود بين الحكومة المركزية والمحلية بدوائرها راح تكون عندنا نهضة في كل المجالات، ليس فقط الإسكان، يعني في مجالات أخرى تشمل مدن صناعية. وأيضا أمس أنا كنت مع الأخ الدكتور مستشار دولة رئيس الوزراء حول طريق التنمية واللي راح تكون إن شاء الله
سكة حديد حديثة راح تمر قريب من مدينة الموصل بحدود 11 كيلومتر وتتجه نحو فيشخابور.